بس الناس مش فاهمه الازمه. طيب نتكلم على مستوى موسيماني كمدير فني. انت طبعا وفي ناس بتشبهه شويه، انا من وجهه نظر كل مدرب وليه الكاركتر والشخصيه المميزه ليه، لكن بعض الناس بتقول في ملامح من جوزيه شويه من حس من حس الشخصيه، من حس اداء اللاعبين داخل الملعب، من حس الالتزام. ما بلقوش فترات كتير، لكن خلينا نعمل، انت ما عاشرتش موسيماني لكن شفته بعين اللعيب وشايفه دلوقتي بعين المدرب، انت شايف موسيماني ازاي في الفتره الصغيره اللي قضاها مع النادي الاهلي؟ هو انا شايف في نقطه مهمه جدا بالنسبه لي يا كابتن، انه حابب المكان او حابب النادي جدا، هو شايف ان النادي اضافه ليه. يعني دي نقطه يا كابتن واضحه جدا جدا. يمكن لو هنقارن موسيماني بجوزيه كان عنده نفس النقطه يا كابتن، مستر مانويل كان بيحب النادي جدا جدا وكان بيحب جمهور الاهلي جدا. فدي كانت بتنعكس يا كابتن على فكره مع اللعيبه، على فكره في المباريات. بناء على كده يا كابتن بتلاقي، يعني احنا مستر مانويل مثلا يا كابتن كنا ممكن يبقى الشوط الاولاني كسبانين 4-0 ويدخل بين الشوطين اكن احنا اللي خسرانين. عايز احسن حاجه يفضل اداء. عايز بالظبط فعلا، عايز احسن حاجه للفرقه، عايز احسن حاجه للنادي. موسيماني من كل يعني كل احاديثه اللي بتتقال يا كابتن تحس ان هو مبسوط جدا انه موجود في النادي. ليه اسم وحتى تصريحاته زي جوزيه كده زي ما انت قلت، يعني مش مقتنع بالنتيجه، حتى لما بيحقق نتيجه لحد دلوقتي من ساعه وصوله لحد دلوقتي احيانا بيتلاحظ من تصريحاته انه مش مقتنع حتى بالنتيجه اللي هو عارف هو جاي فين. هو عارف هو ماسك ايه، او مسؤول اكبر نادي في افريقيا. انا شايف ان هو كان حلم بالنسبه له انه يمسك النادي الاهلي، عارف كده هو قال كده في 2018 يعني، قال تقريبا الكابتن احمد حسن كان في استوديو تحليلي فكان بيقول له بيتكلم اخبارك ايه وبتاع، قال له والله انا نفسي ادرب النادي الاهلي، ده في 2018. فنقطه مهمه جدا انه عارف قدر النادي الاهلي كويس طبعا. واعتقد عمل المعادله الصعبه في وقت قليل انه خد ثقه الجماهير. بالظبط كده يا كابتن، وثقه الجماهير ديت انا عارف جماهير النادي الاهلي مش اي حد بالظبط يخش تحت المدعكه الاول عشان ياخد الثقه. لكن نكلمنا جزئيه برضو فنيه شويه، ايه اللي انت شفته فنيا عمله بامتياز موسيماني لغايه دلوقتي؟ بيعمل استحواذ بشكل هايل يا كابتن، بيعمل استحواذ بشكل هايل جدا. يعني حضرتك لو بصيت بينقل الكره بشكل كويس قوي وبشكل إيجابي. يعني مش فكره استحواذ بس، لا استحواذ بشكل ايجابي. كسبان 2 اللي عايز الثالث، كسبان 3 عايز الرابع. ده هو ده يا كابتن، يعني هو ده سيستم النادي الاهلي باستمرار. عايز اكسب، مش عايز اكسب 1 ولا 2 ولا 3، كل ما اقدر اجيب جول اجيب، حتى لو انا كسبان 3-4 اجيب الخامس. فانا شايف ان هو في المنطقه دي بيأديها بشكل كويس قوي قوي. بدا حتى برضه فكره انه يدخل لعيبه ناشئين يديهم فرصه، دي برضو حاجه ايجابيه جدا. لما النهارده بنلاقي 6 لعيبه غير الثلاثه اللي كانوا موجودين او الاربعه اللي موجودين قبل كده، دي حاجه ايجابيه بشكل كويس قوي قوي. مباراه بيراميدز نزل اعتقد شادي في الدقيقه 15 بالظبط كده، دي حاجه كانت دي حاجه ايجابيه العربي تقريبا العربي بدري برضو لاعب مظبوط، مصطفى شوبير لاعب، هتلاقي الفتره الجايه كمان ناس كتير بتاخد، لان هو عايز افضل حاجه وما عندوش مشكله. هو شايف ان كل اللعيبه بالنسبه له كلها بتادي بشكل كويس، فيلعب ده او ده مش هيبقى فيه مشكله كبيره باذن الله.